ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ذهاب المرأة للكشف عند طبيب؟ إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب الرجل على امرأة مريضة فلا حرج فيها، لكن بشرط أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر فقط بدون زيادة، وشرط ثان أن يكون معها محرم لئلا يخلو الطبيب بها، وشرط ثالث أن يكون الطبيب مأمونا معروفا بالعفة، فإن كان معروفا بخلاف ذلك فلا. الشرط الرابع وهو الأصل أن تكون محتاجة لذلك. إذن فالشروط أربعة: أن تكون محتاجة لذلك، وأن لا ينظر منها إلا ما يحتاج إلى النظر إليه، وأن لا يخلو بها، وأن يكون مأمونا. نعم، بارك الله فيكم.